انت لسه مغيرتش بيجامتك يا صفوت؟ ما انت عارف ان احنا نازلين وعندنا ميعاد مع مجدي. ما تمثلش بقى انك كنت بتحبها والكلام الفارغ ده. على الاقل يا اخي احترم وجودي، ده انا لسه مراتك. ما بلاش موضوع الاحترام ده يا سلام، مش لاقي عليكي. وبالنسبة لحبيبة فأنا ما كنتش بحبها، أنا لسه بحبها. معلش عارف إن كلامي صعب عليكي حبتين، مالكيش أنت في جو المشاعر والإنسانيات دي، دماغك كلها بيزنس وبس. لا يا صفوت، دي بجاحة منك على فكرة إنك تبقى قاعد بتفكر في واحدة ست تانية وأنا معاك. وبعدين علاقاتي دي يا دكتور اللي أنت بتتكلم عنها هي اللي معيشاك في المستوى اللي أنت عايش فيه ده. ما تمثلش بقى عليا دلوقتي دور العفة والشرف، لأن العيشة دي أنت أصلا ما تقدرش تستغنى عنها. لا أقدر يا سناء، أقدر. وعلى فكرة أنا ما جبتش سيرة علاقات، بس اللي على دماغه بطحة. أنت ومجدي وصلتوني لحبل المشنقة، تفتكري في أي مصيبة تانية ممكن أخاف منها؟ في كل الأحوال ما ينفعش أعيش مع واحدة خاينة زيك. أنا بقى اللي بقيت خاينة دلوقتي، وأنت بقى الواو الراجل المخلص أوي. للأسف للأسف يا سناء إن أنا كنت مخلص وهبل عشان حبيتك، بس ما كنتش واخد بالي إنك مزقوعة عليا من مجدي حشيش عشان هو يعرف يمشي شغله. صفوت يا حبيبي، أنا مش عايزاك تعيش لي دور الضحية. كل حاجة كانت بتحصل برضاك وقدام عينيك، بس أنت اللي طمعت. ما كفاكش الفلوس والهيلمان اللي أنت عايش فيه، رحت جريت لي ورا عيالة اسمها حبيبة، غرقتك وخليتك تخسر شغلك وحياتك. قسك عينك اسمعك تاني مرة بتجيبي سيرة حبيبة، تفهمه ولا لا؟ ماشي يا صفوت، ممكن من فضلك دلوقتي تلبس وتجهز عشان ننزل؟ لان انت عارف ان احنا عندنا ميعاد مع مجدي، عشان كل حاجة تبقى بتحصل قدامك وقصاد عينيك، ما نبقاش بنعمل حاجة من ورا ظهرك. ولا عايزني انا اروح لوحدي؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.